السلام عليكم. في هذا الفيديو نتكلم فيه على نظمة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين. قبل ما نبدأ الشرح ديال الحل ديال التمارين، لابد من نعرف شنو هي النظمة. النظمة هي واحد السيستم ديال على هذا الشكل، فيها جوج ديال المعادلات، وكل معادلة تحتوي على مجهولين إكس و إيكغريك. يعني الحل ديالها غيكون على شكل زوج، غيكون على شكل زوج، يعني غتكون إكس تساوي واحد القيمة و إيكغريك تساوي واحد القيمة. هذاك القيم اللي تلقيت ملي تنجي نعوضهم تنلقى هاد الطرف هذا مثلا، ملي تندير الجمع والضرب ديالي اللي فيه تلقاه يساوي 10 مثلا. باش نفهمو نديرو هاد التمرين. نعتبرو النظمة التالية: إكس زائد إيكغريك تساوي 4 إيكغريك تساوي 10، 3 إكس زائد 7 إيكغريك تساوي 25. هل الزوج ناقص واحد اثنان حل للنظمة إس؟ الاثنان هل الزوج إس 6 1 حل للنظمة إس؟ باش نعرف حل ولا ماشي حل، نعوض إيكغريك بالقيمة ديالها وإكس بالقيمة ديالها. دائما إكس هي اللي تكون مكتوبة الأولى، تنديرو فاصلة، وإيكغريك هي الثانية دائما. يعني إكس بالنسبة لي هي ناقص واحد. غنجي هنا ونعوض ناقص واحد، شنو غنكتب في المعادلة؟ ناقص واحد زائد أربعة، أربعة في اثنان، حيت عوضت إكراك ب اثنان، تساوي هاد العدد يساوي ماذا؟ تساوي ناقص واحد زائد ثمانية. ناقص واحد زائد ثمانية هو 7، وسبعة ماشي هي 10، يعني هذا ليس بحل للنظمة. نعوضها في المعادلة الثانية: ناقص ثلاثة في ناقص واحد زائد 7 في 2 زائد 7 في 2 تساوي 3 في ناقص 1 هي ناقص 3، زائد 7 في 2 14، ناقص 3 زائد 14 هي 11. 11 ليست ب10، يعني أننا نقول أن هذا الزوج هذا، هذا الزوج هذا ليس بحل للنظمة S، ليس بحل للنظمة S. نجي للزوج الثاني، هل الزوج 6 1 حل للنظمة؟ نعوض إكس نحط في بلاصة 6، زائد 4 إيكغريك نحط في بلاصة 1، تساوي 6 زائد 4 في 1 هي 10. 10 يعني أنني عندي 10، هي 10. شتو هي 10، ملي عوض خرجت لي 10. نجي للمعادلة الثانية غير باش نتأكد، راه نورمالمون خاصها تخرج 25. عندي 3 في، شحال عندي؟ 6 في 6، زيد عليها 7 فيش في 1 في 1، 3 في 6 هي 18، 18 زائد 7 هي 25. يعني نقول أن 6 1، هاد الزوج 6 1 حل النظمة S، حل هذيك النظمة S اللي عندي، حل هذيك النظمة S اللي عندي. نشوف هاد النظمة هادي، قالك حل بطريقة التعويض. بطريقة التعويض حنا كيما قلنا عندنا جوج طرق نحلو بهم: طريقة التعويض وطريقة التألفية الخطية. اليوم غادي نديرو طريقة التعويض. طريقة التعويض سهلة، هي أنني تنخرج واحد المجهول بدلالة مجهول آخر، مثلا نخرج إكس بدلالة إيكغريك، ولا إيكغريك بدلالة إكس في واحد المعادلة، مثلا في المعادلة إي واحد، ونعوضو في المعادلة اثنان، تولي عندي مجهول واحد. وتم هيك الساعة تنلجأ للطريقة باش نحل المعادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد. تبع معايا، غادي نجي لهاد المعادلة هادي وغادي نخرج إكس بدلالة إيكغريك. يعني غنكتب إكس زائد إيكغريك اللي هي 25. غادي أنا خاص نخلي في الطرف غير إكس، غنحط إكس تساوي 25 ناقص ماذا؟ ناقص إيكغريك. علاش قلت ناقص إيكغريك؟ حيت حولتها، باش نحولها من هنا لهنا تنبدل الإشارة، تنبدل الإشارة. دابا أنا حولت، أنا درت دابا درت كتبت إكس بدلالة إيكغريك في المعادلة الأولى. غنجي للمعادلة الثانية وغندير إكس بالقيمة ديالها، غتولي عندي 6، وفي بلاصة إكس غنحط هاد الشي هذا، غنحط هاد الشي هذا، إكس 25 ناقص إيكغريك ناقص 3 إيكغريك
تساوي ناقص 3. دابا اشنو غندير؟ غادي ننشر هذا معمل، غادي ننشر 6 في 25 هي 150. 150 ناقص 6 إيكغاك ناقص 3 إيكغاك تساوي ناقص 3. غادي نجمع ناقص مع ناقص، غتولي عندي ناقص 9 إيكغاك، وغتولي عندي ناقص 9 إيكغاك. ومباشرة غنحول هاد 150 للطرف آخر، معاليم تنحول من جهة والمجاهيل تنحول من جهة، تساوي ناقص 3 ناقص 150. ناقص 3 ناقص 150 هي ناقص 153، وغتبقى لي هنا ناقص 9 إيكغاك. شنو غادي ندير؟ غنحول ناقص 9 إيكغاك للجهة الأخرى، هي هنايا بالضرب غنحولها بالقسمة، بالضرب تتحول بالقسمة، غتولي عندي ناقص 153 مقسومة على ناقص 9، ولا لاحظتو عندي ناقص ناقص غنختزل بناقص، غتولي عندي زائد، يعني إيكغاك تساوي 153 على 9، و153 على 9 إلا درتو عملية القسمة راهي 17، عفوا هي 17، يعني غادي نختزل، غنختزل هاد العدد الكسري راه يولي ليا هو 17. دابا إيكغاك لقيتها هي 17، شنو غادي ندير؟ غادي نختار معادلة من هاد المعادلتين ونعوض إيكغاك ب17 باش تبقى ليا عاوتاني مجهول واحد باش نخرج إكس. غادي نجي للمعادلة الثانية، مثلا المعادلة الثانية اللي هي المعادلة الأولى، نشوف المعادلة الأولى حيت هي اللي سهلة، إكس زائد إيكغاك تساوي 25. دابا خمسة إيكغاك شنو هي؟ إيكغاك راه صافي مبقاش مجهول، راه واحد معلوم، ولات 17 تساوي 25. دابا ساهل، غنحول المعاليم لجهة لطرف والمجاهيل لطرف، نخلي المجهول هنايا وغادي ندير 25. حو كانت هنايا الإشارة كيف هي؟ إشارة موجبة، غتحول لطرف آخر غتولي إشارة سالبة. 25 ناقص 7 يعني إكس تساوي ماذا؟ تساوي 8. ونقول أن الزوج، دابا أنا حليت الزوج، شنو لقيت؟ لقيت 8 ولقيت 17. حل للنظمة S باش نعرف راسي خطأ ولا صحيح. شنو خاصني ندير؟ تنجي النظمة، تنجي النظمة وتنعوض اكس بقيمتها وإيكغاك بقيمتها، ها اكس ها إيكغاك. نجي مثلا النظمة عندي هي هادي، النظمة عندي هي هادي، تنحط اكس نحط في بلاصة 8 ونزيد عليها إيكغاك اللي هي 17، إلا خرجت لي 25 راه صحيح. 8 زائد 17 بطبيعة الحال هي 25. نتأكد أكثر، نجي للمعادلة الثانية ونحط المعادلة الثانية هي هذه، ندير 6 في 8 ناقص 3 في 17، شحال خاصها تخرج ليا؟ 6 في 8 هي 48 ناقص 3 في 17، 3 في 17، 3 في 17 هي 41، لا عفوا 3 في 6 في 8 ناقص 3 في 17، 3 في 6 في 8 48 ناقص 41 ناقص 4 ناقص 3 في 17، 3 في 21 هي 51، 51، 3 في 17 51، نعم 48 ناقص 51 هي ناقص 3، ناقص 3 حيت 51 ناقص 48 هي 3، ولكن عندي أنا المجهول هو السالب هو اللي أكبر، يعني ناقص 3، يعني خرج لي هنا ناقص 3. باش نتأكد أكثر، باش نتأكد أكثر، متفقين؟ هذه الطريقة ديال التعويض. نتمنى أن الفيديو يكون نال إعجابكم، وتكونوا إلا كانت شي ملاحظة تخليوها في كومنتير، إلا كانت شي هذا شي 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 درس ما فاهمينوش ولا شي حاجة ما فاهمينهاش، خليوها في كومنتير باش ندير لكم فيديو آخر. وبارطاجوا الفيديو مع أصحابكم باش تعمل فائدة، ومتنساوش تابوناو في لاشين باش يوصلكم الجديد، وإلى اللقاء في الفيديو القادم إن شاء الله.